الحمد لله رب العالمين، تربى في بيت ديان وخلوك وآدمي بيت ملتزم، من الدار للمسجد، من المسجد للدار، ترعرع في حب المساجد. الحمد لله رب العالمين، من هو صغير صغير وهو يحب المسجد ويحب قراءة القرآن، حفظ 12 أو 13 جزء من القرآن وهو صغير. الحمد لله رب العالمين، ديان تقي خلوك آدمي محترم، كل الناس بتحبه والحمد لله، وأهل الدار بيحبوه كلهيتهم. نحمد الله على كل شيء، الحمد لله، نحبه للشهادة ليل نهار، كل دعي لي ما استشهد، بوس إيدي ويجي بوس إجري، وكل مشان الله ما دي لي استشهد، دي لي استشهد. كل الله يعطيك يما، الله يعطيك اللي بدك إياه، الله يعطيك إن شاء الله، الله يعطيك. الحمد لله الله نوله إياها، اصطفى رب العالمين، لأنه والله بيستاهلها. من كتر ما شاف أحرار اللي بيقتلوهم بالمسجد الأقصى بيضربوهم، أكيد هو انحر، أكيد هو انحر. يعني كل واحد في كلبه ضارة نخوة وحر، ما بتحمل اللي سووه اليهود فينا. إحنا لازم نقتلهم في بلادنا، في مالنا، في عيالنا، في أظافرنا، نكلهم بسناننا، بسناننا نكلهم اليهود، لأنهم طردونا، طردوا أبائنا، طردوا أمهاتنا، طردونا من بلادنا، شتتونا، ما خلوش فينا واحد منيح، لا، يعني شتتونا، شتتونا على الآخر، هم أعدائنا بالأول والآخر اليهود. حسن ما شاء الله، شو أحكي لك تحكي لك، حسن ما شاء الله، حياته كلها كانت حياة طاعة، أدب، احترام، مثل ما حكت لك أمه، يعني عاش في أحضان المساجد، متربي في بيت اصلا هو بيت يعني طائع لله، محب لدينه، كان صحيح انه يعني ودود، ابوه طائع جدا لوالده، وبحب لاهله وناسه وامامه واهله وقرايبه، بصول، ولكنه كان صحيح مشغف، مشغف بالشهاده، طالع النازل عابر خارج من الدار، وهو يقول لوالدته ولوالده اللي هو أنا، اسأل الله إنه يناولني الشهادة. أمه ربط روح على العمرة، بقسم عليها إنه أنت في العمرة ادعي لي إنه أستشهد. وبالتالي الحمد لله رب العالمين، ربنا نول الشهادة وهو محب ومقبل. حسن ما شاء الله عنه، نعم الزوج، حنون، صادق، طيب كتير، يعني بتحسه كل الصفات الحلوة فيه، رغم انه يعني شرس مع اليهود وبرا، بس بالدار واحد تاني، طيب كتير وحنون. العهد انه ان شاء الله ربي هم يطلعوا مجاهدين حافظين القرآن عدرب ابوهم ان شاء الله، وهم ثمرة حلوة منه، يعني ان شاء الله يطلعوا زيه واحسن ان شاء الله، والله يقدرنا تربايتهم يكونوا من الصالحين إن شاء الله، مجاهدين أكيد في سبيل الله. هم محمد وصهيب، الله يحماهم يا رب.